بنستكمل الحديث عن منتدى أفريقيا 2018. قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى جاءت بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم لأفريقيا وللمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من كل الفرص الموجودة واللي متوفرة في القارة السمراء. أضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة اللي ألقاها في ختام المنتدى الثالث لإفريقيا 2018، أضاف أنه قرر أيضا التفاوض مع المؤسسات المالية الشركاء في التنمية لدعم البنية الأساسية اللي بتعد ركيزة للتنمية الحقيقية، والإسراع والانتهاء من طريق القاهرة كاب تاون، وده لدمج كافة أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة في بلدان القارة. السيد الرئيس كمان من ضمن قراراته قال انه بيتم انشاء الصندوق سالف الذكر، صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا، لعده اهداف منها تشجيع المستثمرين المصريين وتنميه القاره بكل ما تمتلكه هذه القاره من روافد للتنميه ومن ثروات كثيره طبيعيه هيتم توظيفها في الفتره القادمه. نسمع هذا الجزء الخاص من كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ب القرارات اللي تم التوصل إليها والأهداف أيضا من هذه القرارات. وإيمانا مني بضرورة بذل أقصى الجهد من أجل مستقبل إفريقيا واستكمالا لدور مصر الفعال في العمل على نهضة القارة، فقد قررت ما يلي: إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، وذلك إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا. التفاوض مع المؤسسات الدولية شركاءنا في التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا. تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري. زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي وإدارة التمويلات الدولية والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم. إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية. التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد. إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد. السيدات والسادة، في الختام أتوجه لكم جميعا بالشكر والتحية على مشاركتكم الفعالة في هذا المنتدى ومساهمتكم المقدرة في إنجاحه وخروجه بهذه الصورة المتميزة، وأتطلع لأن نقوم جميعا بتوحيد جهودنا لتحقيق أهداف المنتدى، وبحيث يكون هدفنا المشترك والأسمى هو تمكين شعوبنا وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل وعالم أكثر أمانا وتقدما. تحيا مصر وتحيا إفريقيا. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.